السلام عليكم يا اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. ايوه الحمد لله. كيف كتشوفوا رمضان ما بقى والو، عواشركم مبروكة ان شاء الله، وكنتمنى لكم في هاد العشر الاواخر في رمضان الصحة والسلامة، واللي كيتمنى شي حاجة يا ربي تحقق ليه. وهذا الشيء اللي غنقول، اسمحوا لينا غبرنا عليكم. اكيد والشهر رمضان عنده واحد الدور، بحيث اننا حاولنا نتفرغوا شويه للعباده والشهوات الى اخره، ولكن ان شاء الله من بعد رمضان غادي يرجع لكم بقوه. واسمحوا لي على هاد الروتار ديال هاد لا فيديو اللي كنت طلبته مني عفوا، وانا ان شاء الله اليوم غندير لكم لا كومباريزون ديال الفيتيس ديال لي زابليكاسيون، ونتمنى نكومباريو شويه السوفت وير ديال الريلمي ضد السوفت وير ديال شاومي، حين طلبتوها مني بزاف هاد المقارنة. هي تقدر تكون مقارنة شوية لصالح الريدمي دي سي، علاش؟ لانه يعني دعم واحد المعالج سناب دراجون 680 اللي تفوق عفوا على الريلمي نارزو 50 ا اللي فيه هيليو جي 85، لانه اكيد هذا المعالج يعني تبت انه اقوى واسرع. ولكن نشوفوا يعني التيست مباشره. اول حاجه قبل ما نبداو يعني الديماراج ديال التليفون، احنا غنديماريوه ونيت نشوفوا شكون اللي اسرع. ومن هانيت نشوفوا يعني يعني لا كومباريزون ديال لي زوتر زابليكاسيون. ديجا اللي بغى المقارنه اكيد ديال الهاتفين راه كاينه، والسعر ديالهم وكل شيء تحدثنا عليه. هنا كيف كتشوفوا يعني ريدمي دي سي هو اللي شعل اولا. اذا نشوفوا كيبان لكم هنا، المهم نتوما غادي تحكموا، انا نحاول يعني نفتحهم في نفس الوقت، وانتوما اكيد غير كل واحد غادي يعني يحكم من خلال يعني المشاهده ديال لا فيديو. نبداو بالكاميرا. هي صراحة على العموم انا الهاتفين جربتهم قبل، ما كاينش واحد هنا ما حليتش في نفس الوقت. نعودو عفوا كضغطش مزيان. إذن على اليمين هذا هو الريلمي، راه تبان لكم لابواط ديالو زرقاء، والشاومي هي لابواط ديالو هنا. انا معنكشة شويه مع التصوير، كان ما فيها بس. اذا بالفعل انتظروا ان شاء الله فيديوهات اللي غتكون واحد المفاجاه. المهم ما نحرقهاش لكم، حتى تشوفوني ان شاء الله، حيت الى كتاب حنا دابا راه اي حاجه كنمشيو مع المكتب. الى كتاب ان شاء الله راه غادي ندير واحد الفيديوهات جميله في واحد مدينه اخرى. المهم نخليوها مفاجاه، ونتمنوا تعجبكم ان شاء الله. سورتو ديال الناس ديال ديك المدينه دائما كيقولوا يا حسناء علاش ما عمرك ما جيتي عندنا طططط. ايوا ان شاء الله الى كتاب راه حنا نجيو. اذا هذا الفيديو غنحاولوا نديرو قصير خفيف ظريف، فقط تحت طلب ديال المتابعين، وحتى باش انهم ما ياخذوش عليا يقول لي ما طلبنا منك ما درتي لينا والو فيك على الهضره. انا نحاول نديرو. اذا نتوما راه تحكموا براسكم، كل شيء كل واحد يشوف شنو شايبان ليه، وما تخليوش ما تنساوش تخليو لينا الراي ديالكم في يعني في التعاليق اكيد.
كل واحد يخلي لينا الرأي ديالو، شنو بان ليكم؟ اذا انا هنا على حسب الملاحظة ديالي كل مرة، ويعني شكون كيتفوق مرة كيف لاحظتوا، مرة ريدمي دي سي، مرة ريلمي نارجو 50 ا، مع انه ما كيكونش شي حاجة اللي فرق كبير، بالعكس يعني داكشي على العموم راه الهاتفين كيف قلنا الاداء ديالهم بجوجهم يعني مقبول، ما كاينش شي حاجه اللي اذا السلام عليكم، وكيف قلت لكم ان شاء الله انتظروا فيديوهات قوية جدا في مدينة جديدة. السلام عليكم، ما تنسوناش باللايك وبالبارتاج، وبالناس اللي مازال ما مابونين تابونا ان شاء الله، راه جايين فيديوهات جميلة جدا. السلام عليكم، وأبشركم مبروكة وعيد مبارك سعيد.